نشرة أخبار 8 مساء تأتيكم من الفضائية المصرية والنيل للأخبار. أهلا بكم. أهلا بكم. وبدايتنا بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد في الذكرى 41 لتحرير سيناء الالتزام بتطهير كل شبر من أرضها من الإرهاب بالتزامن مع تنميتها. بتوجيهات رئاسية، وصول طائرتين إلى مطار شرق القاهرة تقلان المصريين العائدين من السودان. التزام جزئي بالهدنة في الخرطوم وجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأزمة بناء على طلب من بريطانيا. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. مطار القاهرة يحقق أعلى نسبة تشغيل في معدلات الرحلات الجوية منذ إنشائه. التفاصيل، أهلا بكم. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، مشيرا إلى أنه عبر التاريخ كانت سيناء هي مثالا لهذا النموذج، وللأسف كانت مطمعا للغزاة وأنظار الطامعين. وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء بأن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا لصلابة وقوة إرادة وتحمل شعبها، موجها تحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها لرئيس البطل محمد أنور السادات. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم في ذكرى عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصري وعربي، الذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة، مهد الرسالات ومصر الأنبياء، تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن التي تفيض من بركات الله ورحمته بأشعة النور الإلهي الذي تجلى على أرضها المباركة فزادها مهابة وتقديرا وفخرا. إن سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، فهي عبر التاريخ مطمع للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين، وهي كذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر في تاريخها كله. الأخوة والأخوات، سيبقى يوم 25 من إبريل كل عام يوما مشهودا في عمر أمتنا يمثل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة، مجسدا إرادة شعب أبى أن يعيش في ظل الانكسار. إن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ. في هذا اليوم نتوجه بتحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام، الذي اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة وفي أحلك الأيام ظلمة. وفقه الله لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية. ثم تعود سيناء لتخوض اختبارا صعبا وغير مسبوق، إذ يتوافد إليها إرهابيون وتكفيريون من كل حدب وصوب يهدفون إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب. يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها
متغافلين أن هذا الجيش العظيم والشرطة الباسلة مقاتلون أشداء لا يخشون الموت في سبيل الله والوطن، ومن خلفهم شعب عظيم طالما صبر وصمد وقاتل وانتصر. إن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء. شعب مصر العظيم، إن تحرير سيناء من الاحتلال ومن الإرهاب ومن كل شر يصيبها أو يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد نلتزم به ونواصل العمل من أجل تعزيزه وحمايته. وامتدادا لذلك، فإننا شرعنا في معركة تنمية سيناء التي تتطلب جهودا ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل حتى نوفر لسيناء واقعا جديدا يليق بها وبتضحيات المصريين جميعا في سيناء وفي كل بقعة على امتداد الوطن. الأخوة والأخوات، إننا إذ نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء نتقدم بالتحية والعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداء للوطن، وإلى المصابين الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم بغير حساب. نقول لهم ولأسرهم إن جيلنا والأجيال المقبلة تتعهد بحماية ما حققتموه من إنجاز عظيم باليقظة والانتباه والاستعداد الدائم وبالمزيد من العمل والتنمية والتقدم. وختاما أقول لكم إن مصر ماضية في طريقها بإذن الله نحو الخير والسلام والنماء لصالح شعبها وجميع الشعوب الإنسانية. كل عام ومصر وشعبها العظيم في خير وأمان، ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى شعب مصر بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يمثل يوم الكرامة الوطنية حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطني. كما قدم الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التحية لأبناء الشعب المصري الذي بذل أغلى التضحيات، وللشهداء الأبرار الذين روت دماؤهم كل حبة رمل في سيناء، وللقوات المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته. كما توجه الرئيس السيسي بتحية فخر وإجلال للرئيس الراحل أنور السادات الذي جسد بقراري الحرب والسلم قيم مصر الراسخة للأبد والتي تؤمن بالعدل والأمن والسلام.
كما أكدت السيدة انتصار السيسي أن يوم تحرير سيناء يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابته ومعدنه الأصيل في تحرير سيناء المقدسة وعدم التفريط في شبر واحد منها. جاء ذلك في تدوينة للسيدة انتصار السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي، قدمت فيها التحية إلى شعب مصر العظيم الذي قدم التضحيات كي تستعيد بلاده كرامتها وعزتها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وضع صباح اليوم إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. كما توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ووضع سيادته إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد! سلام! سلاح! وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وفي نهاية الاحتفال قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ولفيف من كبار رجال الدولة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان. سيادة اللواء، يعني كل عام وحضرتك بألف خير. يوم 25 من إبريل سيبقى يوما مشهودا بالتأكيد نفتخر به لحرب أكتوبر ومسيرة السلام تحرير سيناء. ما هي إذن دلالة هذه التحية والإجلال والتقدير التي نقدمها في هذا اليوم إلى أبطال الحرب والسلام؟ اهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. عايز اقول ان احنا النهاردة واحنا بنحتفل بالذكرى 41 لتحرير سيناء من الاحتلال الاسرائيلي، بيدينا يعني درس وبيدينا يعني رسالة مهمة جدا، ان مصر دائما ما تقوم بتحرير ارضها من الاحتلال او تطهيرها من الارهاب الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. على مر التاريخ لقينا سيناء ديت هي بتكون طريقا للجيوش وأرضا للمعارك، وهي بقعة لها أهمية استراتيجية لمصر، بقعة غالية على قلب كل مصري. هذه البقعة صاغتها الجغرافيا وسجلها التاريخ وسطرتها سواعد أبنائها ودماء شهدائها، وتحرير سيناء يحكي للأجيال أهمية إصرار وتمسك أبناء الوطن الواحد بحدوده السياسية، ولا يفرط بأي شبر من تراب هذا الوطن الغالي. هناك دماء غالية
يعني مقابل تحرير الأرض وتطهيرها، وده بيقول لنا أن مستقبل الأمم لا يتحقق إلا بالتضحيات ودماء شهداء، وأن مصر كانت تحارب الإرهاب بالتنمية هي الآن تقوم بتأمين وحماية وصيانة أمن سيناء بالتنمية أيضا. ولا شك أن أعظم احتفال بالذكرى 41 لتحرير سيناء هو دعم عمليات التنمية بسيناء من خلال تنفيذ شمال سيناء فقط، تنفيذ 460 مشروع بتتكلف 480 مليار جنيه بهدف فتح آفاق وفرص عمل للشباب السيناوي حتى لا يسهل استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة، بل وأيضا يعني توطين 5 مليون مواطن من الوادي والدلتا، وخاصة بعد إنشاء أنفاق قناة السويس التي تسهل العبور من الغرب إلى الشرق في زمن 20 دقيقة فقط. وعايز أقول أيضا أن الجيش المصري هو درع وسيف هذا الوطن، وأن قادة مصر وجيش مصر يعرف معنى السيادة الوطنية وقدسية التراب الوطني، علشان كده لا تفريط في أي شبر من أرض الوطن. التنمية هي سلاح مهم لمكافحة الإرهاب، التنمية في سيناء هي في قلب واهتمام الوطن، وبالتالي إن احنا احتفالنا اليوم هو دعم عمليات التنمية في سيناء. احتفالنا بتحرير سيناء هو احتفال بالعزة والكرامة والدفاع عن الأرض والانتصار على قوى الشر، قوى الشر اللي هي الجماعات الإرهابية اللي كانت جماعة الإخوان الإرهابية بتدفع بها في سيناء، جماعة الإخوان الإرهابية التي هي العباءة الأيديولوجية لكل جماعات الإرهاب في العالم. وبنقول إن سيناء لما تم يعني تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي وتطهيرها من الإرهاب والإرهابيين، مصر يعني دفعت ثمنا كبيرا. يكفي إن لو سمحت لي يا أستاذ محمد والأستاذ ريهام إن أنا أقول إحصائية صغيرة عن مدى قسوة وشراسة الإرهاب في سيناء في فترة من الفترات، الفترة من يونيو 2013 حتى يونيو 2017 كانت هناك 1329 عملية إرهابية ضد أولادنا أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين. وإحنا شايفين على الشاشة الآن الرئيس محمد أنور السادات، تحية واجبة لروح الزعيم محمد أنور السادات، بطل الحرب وبطل السلام، وهو فعلا كان يعني بالعمليات السياسية والدبلوماسية، لأن احنا نعلم أن مصر حررت أرضها بكل وسائل النضال، من الكفاح المسلح في حرب الاستنزاف وحرب 73، ثم بالعمليات السياسية والدبلوماسية حتى وصلنا اللي هو ما يسمى باتفاقيات أو مفاوضات فصل الاشتباك بين القوات عام 74 و75، ثم اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 79، حتى زي احنا بنشوف دلوقتي الاحتفال بتسليم سيناء كاملة. نعم. في 25 إبريل سنة 82، أي منذ 41 عاما، ومنذ ذلك التاريخ وسيناء هي في قلب الوطن وقلب بالتأكيد الوطن. ستظل في قلب الوطن. كل عام وحضرتك وكل المصريين بألف خير. أشكرك سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان. يحتفل المصريون اليوم بالذكرى 41 لتحرير أرض الفيروز سيناء الحبيبة من إسرائيل. وشهد يوم 25 من إبريل عام 1982 تتويجا لختام معركة الحرب والسلام بنجاح الجيش المصري في تحقيق الانتصار واستعادة العزة والكرامة برفع العلم المصري على سيناء. مهما تمر الأيام وتتعاقب السنوات،
تبقى لحظة رفع علم مصر فوق كل سيناء ظهر يوم الأحد 25 من أبريل عام 1982 رمزا لعظمة مصر وصلابة إرادتها، شاهدة على عزم المصريين وتمسكهم بثوابتهم الوطنية، وستظل برهانا حيا على شموخ القوات المسلحة وشجاعة وتضحية أبنائها. لم يكن الطريق إلى تحرير سيناء مفروشا بالورود، فقد خاضت القوات المسلحة حروبا ضارية وقدموا النفس والنفيس في سبيل إعلاء راية الوطن خفاقة فوق أرض سيناء. في أعقاب النكسة توهمت إسرائيل أنها أتقنت المؤامرة وأحكمت السيطرة على الأراضي التي احتلتها، لكن المقاتل المصري كان له رأي آخر. كان المصريون يتطلعون لرؤية جيشهم يحارب من جديد، وأكثر من مليون جندي متحمسون لإظهار قدرتهم على القتال والانتصار على العدو الإسرائيلي. إذن هي الحرب، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. جاءت انتصارات أكتوبر المجيد عام 1973 لتضع حدا فاصلا بين منطق الحرب وأسلوب المغامرة بالأرواح وسفك الدماء لتجنيب المنطقة العنف واستبداله بالحوار الناجح من أجل تسوية الأوضاع. ومد الرئيس الراحل محمد أنور السادات يده بالسلام. أريد أن أذهب إلى آخر هذا العالم وستدهش إسرائيل إنما تسمعني لأن أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذات ومناقشتهم. في 26 من مارس عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة سلام نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما. في عام 1982 وخلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي من أرض سيناء افتعلت إسرائيل مشكلة حول طابة، وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو أنه لا تنازل ولا تفريط عن حبة رمل من ترابها، وبدأت مباحثات انتهت إلى التوصل إلى مشارطة تحكيم، وأعلنت هيئة التحكيم الدولية حكمها في قضية طابة وحكمت بالإجماع أن طابة أرض مصرية. وفي 19 من مارس عام 1989 تم رفع العلم المصري على طابة لتعود سيناء إلى حضن الوطن كاملة. أعلنت وزارة الخارجية أن عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن من المواطنين المصريين في السودان بلغ 1539. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أنه تم اليوم إجلاء 446 مواطنا بالسودان برا، بالإضافة إلى 189 آخرين ومواطن سوداني في حالة صحية حرجة تم إجلاؤهم جوا، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية. وأضاف أنه جاري العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من أحد المطارات القريبة من الخرطوم فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك. وصلت طائرتان مصريتان إلى مطار شرق القاهرة تقلين المصريين العائدين من السودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب المواطنون المصريون العائدون من السودان عن سعادتهم وشكرهم للرئيس السيسي للجهود المتواصلة لإعادتهم بسلام إلى أرض الوطن، كما أشادوا بالدور الكبير للسفارة المصرية بالخرطوم في عملية إجلائهم إلى مصر.
قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية. ويوجه الوزير الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة باستقبال طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل مصر، وذلك لتيسير الإجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل إقامتهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023. صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم سيجتمع غدا الأربعاء ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه في 3 مايو القادم. وأضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال الرأي العام المصري بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة أثرها العديدة ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات وخاصة الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما. لقي اتفاق وقف إطلاق النار المعلن لمدة 3 أيام في السودان التزاما جزئيا في العاصمة الخرطوم مع بدء سريانه اليوم الثلاثاء. وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، وخلفت 10 أيام من المعارك أكثر من 460 قتيلا و4000 جريح بحسب الأمم المتحدة. بعد إعلان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قتهما على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية، يسود الهدوء الحذر العاصمة السودانية الخرطوم بعد 10 أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة. بدأت الهدنة مع منتصف ليلة 24 من إبريل بعد أن أعلنت واشنطن نجاح مفاوضات مكثفة مع طرفي الأزمة. وقال الجيش السوداني في بيان له إنه وافق على الهدنة للتخفيف على المواطنين ولدواعي إنسانية بشرط التزام الطرف الثاني بها. ومن جانبها أكدت قوات الدعم السريع في بيان استعدادهم للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة السودان بسلام. جاءت الهدنة بعد أن جهود أمريكية ودولية لإطلاق حوار قد يبدأ في الرياض خلال أيام يضم السعودية والإمارات والاتحادين الإفريقي والأوروبي أملا في وضع حد للأزمة التي تتصاعد تبعاتها الأمنية والإنسانية محليا وإقليميا. فمنذ اندلاع المعارك في الخرطوم ومدن أخرى في 15 من إبريل الجاري قتل المئات وأصيب الآلاف ونزح عشرات الآلاف في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتراجع حاد في القدرة على توفير الخدمات الصحية. صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم سيجتمع غدا الأربعاء لاستكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه في 3 مايو القادم. وأضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال الرأي العام المصري بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة أثارها العديدة ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان وتيسير سبل كافة لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات خاصة الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر على الدوام. وينضم إلي المزيد من المتابعة الأستاذ جميل عفيفي رئيس تحرير جريدة الأهرام. تحية لحضرتك أستاذ جميل، مساء الخير. مساء الخير على حضرتك.
الاستعدادات والجاهزية للحوار الوطني، ويعني بالتأكيد هناك دلالة وحيثية كبيرتان لهذا التوقيت على ضوء الأزمة التي تشهدها السودان والوضع. بالتأكيد الدولة المصرية أولوية قصوى لهذا الملف، خاصة فيما يتعلق بعودة المصريين والسودانيين العالقين هناك. طبعا اجتماع أمانة الحوار الوطني اللي دعا إليه الأستاذ ضياء غشوان هيبقى غدا إن شاء الله، ده في إطار طبعا التطورات اللي بيشهدها السودان في الوقت الحالي، وأيضا اهتمام أجهزة الدولة المصرية كلها بإجلاء المصريين من السودان والاطمئنان على وصولهم بسلامة الله إلى أرض الوطن. ده يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بكل أجهزتها بكل مؤسساتها في هذا الإطار، وأيضا بيأتي في إطار التنسيق والتشاور اللي بيتم على الحدود المصرية لاستقبال أيضا الأشقاء السودانيين جراء الأزمة وجراء الصراع الذي يدور على أرض السودان في الوقت الحالي. إذن هناك اهتمام واضح من الدولة المصرية بكافة أجهزتها لمتابعة ما يحدث، وبالطبع الحوار الوطني وأمانة الأمانة العامة للحوار الوطني برئاسة الأستاذ ضياء غشوان ده بالتأكيد تهتم بهذه الجزئية بشكل كبير جدا وتسعى إلى مناقشته والعرض كل ما هو جديد على الأمانة العامة للحوار الوطني ومتابعة ما يحدث بشكل مستمر. وأعتقد أن الاجتماع سيكون مفتوح يعني مستمر ومفتوح حتى يتم الاطمئنان بشكل كبير على عودة المصريين وعلى الاطمئنان على سير عملية الإجلاء. بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم حول الوضع في السودان بناء على طلب من بريطانيا، ومن جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أعمال العنف المتواصلة في السودان بين طرفين متحاربين قد تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها. أشار غوتيريش إلى أنه تم نقل المئات من موظفي الأمم المتحدة وأسرهم من الخرطوم وغيرها من المواقع في السودان. هذا وقد أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المكتب اضطر إلى تقليص بعض أنشطته في مناطق من السودان بسبب القتال العنيف، وأضاف أن فريق قيادة المكتب لا يزال في السودان للإشراف على العمليات، موضحا أنهم سيقودون العمليات الإنسانية من بورت سودان. قالت الحكومة البريطانية إنها بدأت عملية واسعة النطاق لإجلاء مواطنيها من السودان اليوم لتنضم إلى دول أخرى تسابق الزمن لإجلاء رعاياها بعد موافقة طرفي الصراع الدائري هناك على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة. وفي سياق متصل قالت ألمانيا إنها ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن مساء اليوم مع عدم وجود خطط لرحلات جوية أخرى من المنطقة في الوقت الراهن، كما توصل عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين التي بدأت من الخرطوم، وتم تنفيذ 4 عمليات إجلاء إضافية بين الخرطوم وجيبوتي في الليلة ما بين 24 و25 من إبريل، في حين قامت دولة الإمارات بإجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول من السودان. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع بعد قليل. وزارة الداخلية تنظم زيارة لبراعم وشباب المناطق الحضرية الجديدة إلى مستشفى سرطان الأطفال. واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها مع شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، حيث تم اصطحابهم إلى عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين والمستشفيات لتوزيع الهدايا على نزلاء هذه الأماكن. يأتي ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء
والمواطنة لدى الشباب. استمرارا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية التي غرست فيهم قيم الولاء والانتماء والمحبة والتسامح، فقد حرصت الوزارة على اصطحابهم إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357 ليشاركوا رجال الشرطة تقديم هدايا للأطفال الذين يتلقون العلاج بها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو ما أسهم في رفع روح المرضى المعنوية. لما تشوف أوطان حزين يحمو يا ابن اليوم الدين، وليك يا مصر رد الدين لأجل بلدنا بلد الأعوار. قد إيه هم شكلهم النهارده والثقافة بتاعتهم، أنا شايف الثقافة بتاعتهم مختلفة، وإن هم مجرد إن هم جايين عشان يساعدوا الأطفال هنا اللي هم ممكن يكونوا أقل حظ منهم، وإن هم يعرفوا إن هم يحمدوا ربنا على اللي هم فيه. وقد استلم الشباب صناديق ادخار كنوات أولى لمساهمات مستقبلية منهم في علاج هؤلاء الأطفال، فقد رسخت المبادرة في نفوسهم كيفية عمل الخير والمشاركة المجتمعية. كنا بنوزع الهدايا على الأطفال، كنا فرحانين بجد عشان احنا فرحناهم وكده، وده اللي بيتعلمه لنا دايما المبادرة دي. بشكر المبادرة اللي هي جابتنا مستشفى 57357، وتعلمنا حاجات كتير جدا زي ان احنا نساعد بعض ونعمل الخير. بنشكر وزارة الداخلية على الزيارة الجميلة اللي عملوها للأطفال النهاردة، ودايما كده إن شاء الله تتكرر يعني، وربنا يجزيك خير. الزيارة النهاردة كانت كويسة جدا وبتبسط الأطفال وبترفع من روحهم المعنوية. كنا سنة طيبين، وشكرا لوزارة الداخلية اللي هي جابت لي اللعب ده كله، وشكرا للضباط اللي هم بيجيبوا لي اللعب كله وفرحوني قوي النهاردة. وتوجه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار المبادرة إلى نزلاء دور رعاية الأيتام والأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توزيع ملابس العيد على نزلاء هذه الدور من الأطفال، ما أدخل البهجة والفرحة في نفوسهم، وتم توزيع هدايا عليهم في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل مساهمتهم الإيجابية في المجتمع. مش متخيلين فرحة الأولاد بدخلة الضباط والطلاب جيل جديد معانا، إن هم وزعوا عليهم الهدايا ومبسوطين جدا بيهم ولعبوا معاهم وفرحوا معاهم. فرحوا الأولاد جدا وشرفونا، ويا رب دايما يشرفونا دايما في العيد وكل الأعياد، وبنشكر طبعا كل الناس اللي ساهمت في حاجة زي كده. الضباط جم قعدوا معانا واحنا كنا مبسوطين بيهم جدا، وجابوا لنا هدايا واحنا فيضناهم معايا، احنا كنا بنعمله على الشغل بتاعنا، وبنشكر سيادتك على مبادئك الجميله. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. مبسوطه جدا جدا ان انا جيت النهارده وزرت اخواتي في الدار، واتمنى ان ربنا يشفيهم. احنا النهارده جينا دار الايتام، وبجد احس ان هو عيد مختلف عشان انا فرحت اخواتي، والمبادره علمتني ان انا ازاي اعمل خير مع اخواتي. مبسوطه جدا بصراحه، والاحساس اللي انا حاساه يعني بصراحه مبسوطه قوي، اول مره اعمل خير زي دوت. النقله الايجابيه في ثقافه هؤلاء الشباب بدت واضحه في تفاعلهم مع نزلاء دور رعايه المسنين، حيث أتاحت لهم مبادرة جيل جديد زيارة هذه الدور وتقديم هدايا لنزلائها بمناسبة عيد الفطر المبارك. مبادرة جميلة جدا وإنسانية جدا، وبنشكر سيادة الرئيس على رعايته لدار المسنين، ودي حاجة يعني سابقة حلوة ومبادرة جميلة. صراحة الزيارات ديت بتغير المسنين خالص، بيبقوا مبسوطين جدا. نشكر وزارة الداخلية طبعا وسيادة الرئيس ان هو على طول بيكوننا في كل المناسبات. مبادرة جيدة جدا، ويعني دعم وتوافق بين الجيل الجديد والجيل القديم، ففعلا يعني بنشكركم وبنشكر على كل اللي انتوا بتعملوه دينا.
المبادرة دي يعني مش عايزة أقول لحضرتك إن دي كان لازم نعملها من سنين، ولكن يعني نتمنى إن كل الأطفال دي تطلع نشأة صح. إحنا عايزين كل أولادنا يبقوا على أعلى مستوى من كل حاجة، من أخلاق، من تعليم، من أدب، من يعني كل حاجة توقفهم على رجليهم رجالة وستات محترمين. لما تشوف أبطال حنفين يحمو يبنوا اليوم الدين وليك يا وصير الدنيا. أنا جاي النهاردة عشان أزور دار المسنين وأقول لهم كل سنة وأنتوا طيبين واحتفل معهم بالعيد. أنا فرحانة النهاردة أن أنا جيت مدار المسنين وبحتفل معهم بعيد الفطر، وبشكر مبادرة كلنا واحد ان هي ادتنا الفرصة دي ان احنا نيجي. مبادرة كلنا واحد علمتنا الانتماء والولاء والخير وازاي نساعد بعض. شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة من الأسمرات إلى معا وأهالينا، وصولا إلى بشائر الخير بالإسكندرية تحت مظلة مبادرة جيل جديد، أصبحوا أكثر مساهمة اجتماعية بعد أن ساهمت المبادرة في بناء قدراتهم الثقافية والوطنية ليكونوا بحق أجيال جديدة قادرة على بناء وطنهم. منذ أن أطلقت وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد جيل جديد، وهي تسعى من خلالها إلى غرس قيم الولاء والانتماء والمحبة وروح المساعدة لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، وهو ما يتجلى في مشاركتهم المرضى بالمستشفيات ونزلاء دور رعاية الأيتام الاحتفال بعيد الفطر المبارك. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. ولا نتحول إلى أهم وآخر أخبار المال والأعمال والاقتصاد بصحبة شيراز الوفائي. أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. شهد مطار القاهرة الدولي أعلى نسبة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشائه، وبلغ عدد الرحلات الجوية يوم أمس 613 رحلة، ووصل عدد الركاب 82,000 راكب على مدار اليوم، حيث تم تصنيف المطار من المطارات الأعلى كثافة في التشغيل وعدد الركاب داخل القارة الإفريقية. وثمن وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي جهود جميع العاملين بميناء القاهرة الجوي، والتي توجت بتحقيق أعلى معدلات تشغيل وصلت إليها الرحلات الجوية القادمة من وإلى مطار القاهرة، وكذلك بالنسبة لعدد الركاب القادمين والمغادرين. أعلن المتحدث الرسمي بالشركة المصرية لمترو الأنفاق أحمد عبد الهادي عن عودة مواعيد تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة كالمعتاد بدءا من غد الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من شهر رمضان والعطلة الرسمية لاحتفالات عيد الفطر المبارك. وأضاف المتحدث أنه سيتم الالتزام بالتوقيت الصيفي صباح يوم الجمعة المقبل وتعديل الساعة بتقديمها لمدة 60 دقيقة. وسط إقبال كثيف من المزارعين والموردين، بدأت مواقع استلام الأقماح المحلية فتح أبوابها أمام المزارعين والموردين لاستقبال القمح المحلي. هذا وقد أثنى المزارعون على قرار الرئيس برفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للإردب. ب 1500 جنيه بدأت مواقع استلام الأقماح المحلية فتح أبوابها أمام الموردين هذا العام، فتح استعدت له التموين جيدا سواء بتسهيل التوريد أو بسداد المستحقات.
فهنا يحكي ياسين عن زيادة أسعار توريد الأقمح المحلية ليصل إلى 1500 جنيها. السعر الجديد بالنسبة له يأتي كمكسب جديد بعد زيادة إنتاجية الفدان هذا العام. النهاردة لما سعر الدب الجمح ب 1500 جنيه النهاردة برضو قاوم معايا في المصاريف وفي السماد وفي المعاصير وفي كل حاجة في الأرض برضو نفع معايا. ايوه يعني اقول ما نفعش النهارده لو كان السعر زي ما كان الاول السنه اللي فاتت ما كانش هيجيب همه. فإنتاجية الفدان بحسب المزارعين وصلت إلى 25 إردب وقد تزيد قليلا هذا العام، رقم دخل في معادلة المكسب بالنسبة للمزارع أيضا. السنة دي في أرض جايب 25 إردب وفي أرض جايب من 18 ل 20 على حسب التكاليف بتاع المزارع والفلاح اللي هيكلف هيلاقي. الفدان ماشي 25 اردب بالفدان يعني جايب 25 اردب محصول كويس يعني الحمد لله. والجمح السنه دي احسن من اي سنه ماشي من 24 ل 26 وزياده السعر حافز للفلاح ان هو يزرع بدل ما يصنف. لا الجمح احسن له انتاجيته حلوه وبيفيده. فالزياده الجديده للاردب هذا العام وصلت الى النصف عن العام الماضي كل حسب درجات النقاوه التي يصل ادناها الى 1450 جنيها للاردب. عند درجات القمح بتبدا معايا 22.5 عامل 1450، 23 عامل 1475، درجة 23.5 عامل 1500. وبحسب الأرقام فإن نسب التوريد في اليوم الأول وصلت إلى 70,000 طن، نصيب المنيا منها وصل إلى 10,000 طن حتى الآن. المساحة المنزرعة داخل محافظة المنيا 243,000 فدان، المستهدف بتاعه 450,000 طن، وبإذن الله على التوريد اللي موجود عندي والتوريد الاختياري بناء على توجيه الوزارة معالي وزير التموين إن شاء الله هنوصل لأكثر من 450,000 طن، لأن بالتالي لما بسأل المزارع أنت جبت كام للفدان بيقول لي 26 و27 و28 أردب، يعني كمية كبيرة جدا والحمد لله محصول وفير بإذن الله. وسداد المستحقات طبقا للقائمين على الامر يتم خلال 48 ساعة الكترونيا. الاول كان الفلاح بيجي يعمل مستندات واوراق كتيرة، دلوقتي اصبحت كل حاجة مميكنة بتتم في خلال فترة بسيطة في خلال 48 ساعة بيكون الفلاح واخد جميع مستحقاته عن طريق البنك. وبحسب الخبراء فان جودة انتاج القمح هذا العام سوف تساهم في انتاج دقيق مطابق للمواصفات العالمية وسوف يساهم في زيادة ربحية المزارع كل حسب الدرجة الحاصل عليها. رمضان الشحات، النيل. أكد وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الصناعات الدوائية نظرا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات وتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة. وخلال استعراض تقرير يوضح أداء قطاع الصناعة الدوائية أكد الوزير أنه تم التواصل خلال الفترة الماضية مع شركاء قطاع خاص مصريين وشركات هندية رائدة في مجال إنتاج تصنيع المواد الخام، أسفر عن مشروع ضخم لتصنيع المواد الخام الدوائية، ويجرى حاليا التباحث حول نسب المشاركة واتفاق المساهمين للبدء في التنفيذ. ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم استثمار 2 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2023 لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار. وأوضحت الوزارة اليوم أنه تم تركيب 41,533 عداد مسبق الدفع وإنشاء 8 مراكز لخدمة تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2023، كما تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين في إطار الخطة الاستثمارية والتي قدرت بمبلغ 195,000 جنيه. وإلى أخبار حالة الجو والطقس مع شيراز الوفائي بعد الفاصل. أنا الشجاوية، أهلا بكم. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى عدم وجود تغيرات جوهرية في حالة الطقس، ونبدأ التوقعات من القاهرة. الأربعاء 18-32، الخميس 18-32، الجمعة 18-27. شرم الشيخ الأربعاء 23-33، الخميس 22-33، الجمعة 23-33. الأقصر الأربعاء 22-36، الخميس 22-37، الجمعة 21-35. والآن مشاهدينا مع بيان لدرجات الحرارة المتوقعة. القاهرة 18-32، الإسكندرية 16-26، دمياط 16-26، بورسعيد 17-27، العريش 17-28، رفح 16-26، الإسماعيلية 18-33، السويس 18-32، مطروح 16-25، وادي النطرون 16-31، المنصورة 17-31، طنطا 17-30، دمنهور 17-31، سانت كاترين 11-26، الغردقة 22-33، شرم الشيخ 23-33، الفيوم 18-32، المنيا 17-34، أسيوط 19-35، سوهاج 19-35، قيناء 22-36، الأقصر 22-36، الوادي الجديد 22-37، أسوان 23-36، ولا يتبقى سوى تذكير بأبرز عناوين هذه الجولة. الرئيس السيسي يؤكد في الذكرى 41 لتحرير سيناء الالتزام بتطهير كل شاب من أرضها من الإرهاب بالتزامن مع تنميتها. بتوجيهات رئاسية وصول طائرتين لمطار شرق القاهرة تقلان المصريين العائدين من السودان. التزام جزئي بالهدنة في الخرطوم وجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأزمة بناء على طلب من بريطانيا. وصلنا معكم إلى ختام تغطيات دامت على مدار ساعة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية والجوية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.